نور الشربيني لاعبة الاسكواش طبعا فازت ببطولة علام للاسكواش المقامة في بريطانيا بعد ما تغلبت في المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلي 3-0 في نهائي مصري خالص، ونجحت نور المصنفة الأولى عالميا طبعا في تحقيق الفوز في ثلاث أشواط متتالية رغم محاولات رنيم الوليلي المصنفة الثانية، وكانت نتيجة الأشواط اللي فازت فيها 11-6 و11-9 و14-12 في مباراة استغرقت 47 دقيقة. مفيش حد زينا في السكواش، يعني دايما رافعين راس الرياضة المصرية في كل مكان.